قبل أكثر من 40 عاما كانت تلك الأغنية تثير حماس أبناء المقاومة الشعبية بمدن القنا أثناء حرب الاستنزاف. أما الآن فقد عادت بثوب جديد لتعتلي قائمة الأغاني الوطنية المرتبطة بافتتاح قناة السويس الجديدة. كلمات هذه الأغنية كتبها محمد أحمد غزالي، أو كما يطلق عليه الكابتن غزالي، أحد أقدم أبطال المقاومة الشعبية بالسويس. فيها قيم حقيقية للشعوب المناضلة والشعوب المحترمة. في عز الحرب ناس طالعة تقول نمرة واحد بتقدم مصلحنا ولادك يا مصر وعينيك السهرانين، نصرك أصبح نشيدنا واللي يعادينا مين. أمضى الكابتن غزالي معظم سنوات عمره بين جدران مكتبته الصغيرة التي أسسها منذ 70 عاما. كل ركن من أركان المكان هنا يحمل حكاية لبلد نشأ وعاش فيها وقاوم من أجل الحفاظ عليها حرة أبية. بعد سنوات من الكفاح لم يتوقف قلمه في التعبير عن فرحة أبناء محافظته والمصريين بقناة السويس الجديدة، فسطر به تلك الأبيات. عاش كده يا الشعب المصري وقلب المسكينة حضر لقناة التانية وقروبك يزيد. أسس الكابتن غزالي فرقة ولاد الأرض عام 1968 واستشهد معظم أعضائها أثناء قتالهم العدو الإسرائيلي. الفرقة قدمت أكثر من 500 أغنية على أنغام السمسمية التي باتت جزءا لا يتجزأ من تاريخ النضال الشعبي لأبناء مدن القناة. كلام ما كانتش بتقوله الإذاعة الرسمية، فكانت النتيجة مين اللي انتصر؟ اللي انتصر الإعلام الشعبي أولاد الأرض، واستطاع أولاد الأرض أن هم يغيروا خريطة الإعلام الرسمي، واستطعنا الحمد لله أن نخلي الإذاعة الرسمية تغير برامجها. الذاكرة المصرية غنية بالأغنيات الوطنية، بدءا من حكاية شعب مرورا بعد